استقبل الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الفريق متقاعد تيري وولف مدير مركز الشرق الأدنى بجامعة الدفاع الوطني للدراسات الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحضور معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وسعادة اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام. وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بالسيد تيري وولف الذي يزور مملكة البحرين للمشاركة في حوار المنامة الذي يبحث أكثر التحديات إلحاحا في منطقة الشرق الأوسط. وأشار معالي الوزير إلى أهمية الموضوعات والقضايا التي يناقشها حوار المنامة والتي تسهم في تعزيز العمل المشترك لتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الخليج والعمل على حماية خطوط الملاحة البحرية. وأشاد معالي الوزير بالمشاركة الأمريكية في هذه القمة الأمنية ذات الأبعاد الاستراتيجية والتي تعقد سنويا في المملكة، منوها إلى أهمية ما يتم طرحه من رؤى ودراسات أمنية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز السلام العالمي. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون وسبل تطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.